السلام عليكم، ازيكم حبايبي واهلا بكم معايا النهارده في فيديو جديد. فيديو النهارده بسيط كده وخفيف. هنا هستخدم الخرز ده، هو لونه اصفر مش ذهبي. الرسمه دي انا رسمتها بالماركه. بثبت وباخد خرزتين او اتنين اتنين. القماش اللي لما يكون معاكي القماش غامق، لو اسود او بني او حاجة غامقة، في وعايزة تباعي عليه رسمة، في اللي هو الكربون الفاتح، كربون اصفر، ممكن تتباعي بيه. بس هنا الرسمة بسيطة مش مستاهلة كانت ان انا يعني اطبعه كده، فانا رسمتها بايدي بالماركة. طبعا دي حاجة بسيطة، انت ممكن تكرريها، ممكن تغيري الخامات بتاعتها بدل الخرز ده، ممكن تشتغلي اي حاجة تانية، تحطي لولي صغير بأي شكل. هنا حددتها كلها بالخرز، وبعدين الفراغات بقى اللي في النص ممكن تحطي فصوص الماس، في كذا حاجة ممكن تستخدميها، اي حاجة متاحة عندك. هنا هستخدم الترتر ده، ده ترتر مسطح، هركبه بطريقة قشر السمك اللي هو ورا بعض بالشكل ده. علشان يطلع معاكي شكله منظم لازم المسافات تكون واحدة، يعني المسافة اللي بتاخديها تكون هي هي واحدة، وكمان مقاس الترتر طبعا يكون واحد، لان انا عندي هنا ترتر مقاسات. وهنا بقى انا هحط لولي واحدة واحدة. بالشكل ده كده. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم، وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامه.